الأمريكان يتحدثون عن تحالف يضم 50 دولة اليوم لدعم أوكرانيا. حتى داخليا في أوكرانيا نلاحظ أن القرارات في الفترة الأخيرة بدأت بتنظيف البيت الداخلي. يعني أوكرانيا. لا خليني جيل هذه أيضا مهمة بس عشان أفهم ما جرى في شبه جزيرة القرم لأنه مهم. معنا من أبو ظبي المتحدث الرسمي باسم سفارة أوكرانيا في الإمارات فيتالي فيديانين. أستاذ فيتالي يا مرحبا بك معنا في استديو التاسعة. مساء الخير يا مشاهدينا الكرام. مساء الخير يا أهلا وسهلا أستاذ فيتالي. طبعا نحاول أن نفهم لأنه هناك أكثر من رواية وأكثر من سيناريو لما جرى. بالنسبة لكم ما حقيقة ما جرى في شبه جزيرة القرم وهذا الانفجار الكبير في قاعدة عسكرية روسية؟ أولا أريد أن أقول أن بشكل رسمي ما أكدت الجهات الرسمية الأوكرانية أن القوات الأوكرانية ضربت هذا المطار. وزارة الدفاع الأوكرانية ما أكدت مشاركتها في هذه الضربة، ولكن اليوم تم الإعلان عن تدمير مطار الساكي وخروجه عن الخدمة وكمان تدمير 9 طائرات القتالية في هذا المطار. وهذه الضربة قوية جدا لأن هذا المطار أهم المطار الذي تستخدمها القوات الروسية لضربات في جنوب أوكرانيا. هل تخشون تبني هذا الهجوم النوعي؟ أنا ما أعرف وأنا غير مفوض لتعليق لهذه الأخبار لأن وزارة الدفاع هي المكلفة ومفوضة بتعليق على الأخبار العسكرية. إذا ما أكدت هذه الأخبار يعني في إذن هي تعتبر أن هذا خطوة مدروسة وخطة يعني تمام أستاذ فيتالي. تمام وصلت الفكرة أستاذ فيتالي. دكتور سعيد.